نشرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء الرسالة التي بعث بها مؤخرا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي ندد فيها باستغلال جنوب إفريقيا لرئاستها للاتحاد الإفريقي كأداة لخدمة أجندتها الإيديولوجية والسياسية حول قضية الصحراء المغربية. وشجب السفير هلال في هذه الرسالة المؤرخة في 19 من يناير الجاري والتي تم نشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن وستسجل في سجلات الأمم المتحدة، شجب حملة بريتوريا ضد مغربية الصحراء. وحذر السفير المغربي في الرسالة من أن هوس جنوب إفريقيا بتركيز اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن على قضية الصحراء المغربية وتجاهلها القضايا الوجودية الإفريقية يقوض كليا مزاعمها بإصلاح مجلس الأمن. ويأتي نشر الرسالة المغربية قبيل قمة الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا مطلع فبراير المقبل. واتهم سفير المملكة المغربية اتهم جنوب إفريقيا بمحاولة تضليل الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر مراسلة وجهتها إليهما في 30 من دجنبر 2020، تدعي فيها كذبا بأن القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول إسكات البنادق خصصت حصريا لقضية الصحراء المغربية. وكتب سفير المغرب أن هدف جنوب إفريقيا غير المعلن هو توجيه انتباه الأمين العام ومجلس الأمن نحو قضية واحدة من بين حوالي 40 موضوعا تمت مناقشتها خلال هذه القمة، وذلك على حساب الانشغالات الكبرى للقارة وانتظاراتها وآمالها.